أكو سياسيين في العراق ذو نفس أوروبي وأمريكي؟ نعم، يعني رئيس البرلمان السابق كان معارض أنه يشرع قانون مكافحة البغاء. زين، وهذا شنو معناه؟ يعني هو هذا القانون يخدمنا احنا كعراقيين، يتوافق ويا عقيدتنا ويا اخلاقياتنا ويا عرفنا، ليش تحترض عليه؟ ست فاطمه، بصراحه وردتنا معلومات اكو نائبات في البرلمان العراقي يعارضون بقوه هذا التعديل. نعم. خوفا على انهم يعني عندهم اطفال ويخافون الحضانه تروح منهم. الى اي مدى صحه هذه المعلومه؟ الحقيقه احنا لمسنا لمس اليد من خلال تعاملاتنا. مثلا قبل فتره كان عندنا مقترح تعديل الماده 57 من ضمن احدى مواد قانون الاحوال الشخصيه، صار له سنتين امام رئيس مجلس النواب. قبلها كان مراسلات بين لجنه المراه والطفل والقانونيه لمده 9 اشهر. لما رحنا وقابلنا اللجنه القانونيه وسالناهم، طلعت موظفه تتضرر من تعديل القانون، هي اللي خافيه هذا المقترح لمدة 9 أشهر بين لجنة المرأة والطفل واللجنة القانونية. فعلى هاي وقيسي أنه أكو نائبات. معقولة واصلين لهيك مرحلة؟ نعم. ثقة بالمؤسسة التشريعية، موظفة تستطيع أن تخفي ورقة نعم. مهمة تذهب إلى اللجنة القانونية. نعم. زين، هاي من يحركها؟ هي هاي المشكلة. إحنا ليش يعني يعني حسب ما إحنا شفنا أنه المنظمات تحاول تستخدم بعض النائبات كأنه شلون منظمة إنسانية، لكن هي بالحقيقة لها أهداف أخرى. يعني مثلا تقيم الورش من أجل تمكين المرأة وحقوق المرأة وغيرها، تشارك بها نائبات بمجلس النواب. فهذه المنظمات يعني هدفها معروف، أنه تحاول تتدخل بكل التشريعات اللي تهم المجتمع العراقي. يعني وإلا شنو دخل الاتحاد الأوروبي في قانون ينظم العلاقة الاجتماعية بين رجل وامرأة؟